السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. اليوم رايحين نديروا مشروع اخر، يعني مشروع من المشاريع المصغرة والرابحة ان شاء الله. شوفوا البنات واش عندي اليوم. عندي هذا الفوطة، عندي هذا القماش اللي راهو جاي مقطن، ديروا به سراول، ديروا به بنوارات، ديروا به بزاف سوالا. اليوم راح ندير لكم شكل بنيات يعني ينفع في هذا الوقت ثاني، الفصل هذا فصل الشتاء. يعني هاي راح يتمشى لكم. اليوم راح نديروا بنيات هذو البنات صغار، يعني البنات صغار حوالي 4 سنين 5 سنين هكذاك، بشكل يعني مختلف على الشكل اللي فات. واش راح ندير؟ رايحه انا عندي قطعه، يعني هذا القطعه هذه انا خدمت منها، ورايحه نوري لكم الطريقه كيفاش راح نخدمها، ومن بعد نوري لكم كيفاش. شوفوا واش نديروا. اول حاجه نجو على الجهه المطاطيه، اول حاجه نجو على الجهه المطاطيه نثنوها هكذا، نثنوها على الجهه المطاطيه قلت لكم. شوفوا وعنده هذه الجهه ماهيش استيكي، عنده غير هذه الجهه مطاطيه. واش نديرو؟ نحسبوا لهنايا، نحسبوا يعني العرض تاع البوندغاني اللي حنديروها في الراس هكذا. احنا حبيناها تكون هكذا، ما تكونش كبيره بزاف وما تكونش عريضه. شوفوا كيفاش نديرو، نحسبوا هكذا وهي مطويه فيها 10 سنتيم، صافي كي نفتحوها تولي 20 سنتيم. ان شاء الله فهمتوني. كي قلت لكم كي نطووها نحسبوا، نحطوا هكذا نقولوا المتر تاعنا، نحسبوا نلقوها 10 سنتيم وهي مطويه، صافي كي نفتحوها تولي 20 سنتيم. واش نديروا؟ اول حاجه نسقموا القماش تاعنا هكذا ونقطعوا، كيما قلت لكم هكذا ولاتنا 20 سنتيم. ومن بعد كي نعاودوا واش نديروا البنات؟ نعاودوا نطووها كيما هكذا ونحو قيمه يعني هكذا. شوفوا كيفاه هكذا، حد هنايا نسحقوا حد لهنا. شوفوا واش نديروا، راح نحسبوا نشوفوا شحال كاين. ها كاينه 25، كاينه 25، صافي 25 منا و25 منا، صافي ولات 50. نحو هذه القطعه الصغيره الزايده هذه، قلت لكم ديما تجو على الجهه المطاطيه. هذه راهي نسحقها البنات، وهذه ما نسحقوهاش لهنا دوك هذه الساعه. ومن بعد واش ندير؟ نجي لهنايا واش ندير؟ نعاود نحسب نشوف كاين هنا 43 والطول تاعها ثاني 34. نحي هذه، شوفوا هذه القطعة البنات كيف دايرة. واش ندير؟ نعاود نطوي هذه القطعة هكذا ونعاود نطويها هكذا ونحي لها هذا نقولوا هذا ليكوا هذا، نحي باش تكون عندنا شوفوا كيفاه كي تكون عندنا يعني دائرة. شوف نزيدو نحو هذا هكذا. شوفوا البنات على واحد حصلنا هكذا، هذه دائرة، هذه اللي رايحة نخدمو بها. نوريكم اول حاجة كيفاش رايحة نخيط هذا القطعة الطويلة كيفاش رايحة نديرها. رايحة نفتحها هكذا ونخيطها هكذا، انا رايحة نخيطها كيما هكذا. ومن بعد اللي خيطها هكذا شوفوا، بعد اللي خيط هكذا خيطها قلت لكم هكذا، رايحين نطووها هكذا. لازم الخياطه تجي من برا، الخياطه هذه راح تتخبى تجي لداخل. شوفوا كيفاه نطويها هكذا ونعاود يعني نطوي كامل هذيك القطعه، رايحه تعطيني هذا الشكل. وميم طو هذا الخياطه رايحه تجي لداخل ماهيش رايحه تبان. ومن بعد نجيبوا هذه القطعه الدائره، نجيبوا هذه القطعه المدوره اللي قصيناها على شكل دائره
واش نديرو؟ نبداو من هنا نحطوه هنايا ونبداو نرفو، يعني نديرو رفيه كيما هكذا. شوفوا كيفاش راح نديرو هكذا هكذا حتى نخرجوا كامل معاها. دوك نبداو الخياطه. شوفوا البنات بعد ما نقلبوها نتحصلوا لهذا النتيجه. شوفوا النتيجه هذه واش نجي ندير. رايح نقطع قطعه من هذو. هذا القماش البنات ما يعني ما تسحقي تسورجيه، ما تسحقي تخيطيه، لانه ماهوش ما يتفدقش هذا القماش، ما يخسرش يعني حتى لو كنت تغسليه ما يفسدش. سحقيت قطعه كيما هكذا، رايح نديرها على شكل بابيونه ولا ديري عقاشه هكذا ولا المهم لك الاختيار نتيا. شوفوا انا راح ندير غير منها كما نقولوا من القماش تاعها هكذا، ونجيب قطعه صغيره. قلت لكم نجيب قطعه كما هذه صغيره، نعاود يعني نحطها هنايا ونشكل بها هذا البابيونه. شوفوا كيفاش راح تجي، راح نلصقوها هنا كي راكم تشوفوا. نحطها هكذا ونجيب لهنايا ونلصقها. هكذا بعد ما لصقت نحو هذاك الزائد هذاك هكذا غير بالعقل برك. وشوفوا البنات كيف تحصلنا على هذا البابيونة. شوفوا كيف هتجي، ولا ديري لها عقاشه لك الاختيار. دوك انا نكملهم ونعاود نرجع لكم. وهذا هما البنيات يعني بعد ما كملناهم. لهنايا البنات الميترا دارت لي ربعه، يعني الميترا دارت لي ربعه وحدهم. يعني هذا القماش قلت لكم فيه بزاف انواع، يعني فيه بزاف كيما نقولوا الديسه تاعو، وهو كامل كيف كيف. ولهنا البنات راني درت وحده بالكاشني تاعها. شوفوا كيفاه يعني تجيب الكاشني تاعها هكذا. وتقدري تشبحي يعني هذه، تحبي تشري الورد هذا، هذاك الثاني راه يتباع. تحبي ديري يعني تشرش فيه بهذاك المقص كيما نقولوا المقص المشرشف هذاك، ويعني وتلصقي له اي حاجه ثاني كيعطيك منظر اشباب. واش نقول لكم طريقه البيع البنات، كل وحده والبلاصه نتاعها. انا نشري فيه المترا يعني ب 35000. اكيد المترا كي دير لك ربعه كيما هكذا راح تبيعي الوحده ب 12000. اما نتاع البوني تقدري تبيعها حتى ل 35، يعني هذا كيما نقولوا هذا الخياطه تدي شويه القماش، يعني قادره يعني المترا تخرج لك زوج. هذا واش كاين تخرج لك زوج رايحه تبيعيهم يعني ب 35000. مي هذو رايحه تبيعيهم قلت لك حتى 12000 ل 15000 كل واحد يعني والمنطقه. هذه هي ان شاء الله فدتكم البنات. واش نقول لكم الا عجبكم لي فيديو تاع اليوم ديروا لي جام وبارطاجوا باش تكبر القناه. وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.